مزياني. صباح الخير عليكم الناس، كلهم بخير وصحه جيده في هذا النهار يا ربي. الشيب كيف كتعرفوا الشيب هي ما كنديرش ليه بزاف الصبايغ، كنديرها ولكن الا ضطريت بزاف، كانت عندي شي مناسبه نيت اللي خاصني شعري منحيد ليه الشيب، عاد كنضطر باش غادي ندير صباغه، سينو ما كنديرهاش انايا، كنخليه ما عنديش مشكل، وصل لاج ديالو يعني حاجه طبيعيه حاجه عاديه، يعني كنا غنشيبوه اش قال هذاك ماشي مشكل عندي. المهم جات عندي واحد الصديقه ديالي فين ما جيت الله يخلف عليها كتجي تشوفني، وهي تقول لي راه عندي واحد الشامبوان شريته كنديرو لشعري، قالت لك وتولي اللون ديالو كحل، كاين جوج الالوان، كاين الماغو شاتان وكاين الكحل، قالت لي اللي بغيتي، قلت لها انا هي الكحل. المهم راتني شعرها بصراحه، العام اللي فات شفت شعرها كان حمر وبالشيب، داك الشيب كينوض فيها احمر، وهذا العام شفته كحل، وراتو ليا قالت لي راه كنديرو، ها هو النتيجه كتعطيك في 5 ديال الدقائق كتشوفي النتيجه، وهو غير شامبوان ماشي صباغه، غير شامبوان وطبيعي. المهم عاودات لي عليه بزاف وزوين وداك الشيء، وقالت لي غنجيبو لك وجربيه، عجبك ما بيعين ما شارين في هذا الشيء، ما دايرين لا اشهار لا والو، باش نجيكم من الاخير، هذه غير استفاده بغيت نعطيها للاخوات اللي بغات ديروا ولا شي حاجه وصافي. المهم ما نطولش عليكم، نوري لكم الشامبوان، ها هو جابته لي البارح، هانتوما ها هو هنايا شفتوا، وكاتبين عليه بمواد طبيعيه فاخر، وما تيلتصقش في الجلده، قال لك ما كيصبغش الجلده ديال الراس. المهم ها هو 5 ديال الدقائق، هانتوما 5 مينيت شتوها بلاك، ودير لي الاشهار الممثل ديالنا جورج كلون مع هو الشعر ديالو هكا، انا كنعرف جورج كلون بهذا الشعر، هذا هو شيب هاتي خلي ديما شعره هكا، ولكن هما صبغوه ليه شعره وتيبان بهذا اللون هذا، ماشي مهم هذا، المهم هو انا غنجربو معكم اليوم، شوفوا شعري انا راكم كتعرفوا كينوض لي الشيب، انا غير هنا غير في هذه الجهه هذه، شتوها شوفوا دابا معايا كيفاش دايره، اوكي شفتوهم معايا الشيب ديالي هنا، دابا هذا الشامبوان ها هو هاد الكرتونة فيها هاد جوج قريعات هكا كيف ما كتشوفوا، وحده معتش من اللون هذا، وهاد اللون هكا، هادي بحال داك اللون ديال دنجال ميلانساني، وهذا كحل لوطايات، بعدا كنقول لكم انا مازال ما عرفتش لداخل شنو كاين. دابا باش غادي ندير، قالت لي ديري القياس ديالي انا اللي غيهز ليا شعري، بحال بغيت ندير شامبوان لشعري، بحال بغيت نغسلو بشامبوان، اوكي ها انتم غادي ندير تقريبا هكا، شوفوا معايا تقريبا شي غطايه من كل واحد بهذا الشكل هذا، نحركو شويه باش نزل شي حاجه، وغندير نفس الشيء حتى من هذا، هذا بحال الزيت هذا، اوكي غنسدهم ونرجعهم لبلاصتهم صافي، وغنزيد عليهم تقريبا قدهم ديال الماء شويه هكا صافي، غنجيب واحد الشويته دابا غنخلط كلشي مزيان، هاد المكونات هادو يتخلطوا ليا مزيان هنايا، وغادي نمشي نغسل شعري، خاص الشعر يكون فازك، ما نغسلوش بالشامبوان، غنغسلو غير بالماء، المهم غير يكون فازك مبلل الشعر، غنمشي نفز، وراه غسلته البارح في الليل دوشت قبل ما ننعس، دابا الصباح وبقيت جامعه راه باقي فازك ليا من اللور، غنمشي نعاود نفز دابا من هنا مزيان، وغندير معاكم الوصفه للشعر، وقالت لي ضروري ديري ليغو، غندير الصباعات اولا القفازات ها هما غنديرهم وغنمشي نفزك شعري، والاول نتلاقى معكم وغتشوفوا النتيجه معايا، يلا خليكم معايا وفرجتكم ممتعه. ها انتم شوفوا راه ملي كيتخلط تيولي بهذا اللون هذا، تيطلق جا اصلا هو اللون كحل كيف ما كتشوفوا هكا صافي. دابا كيف ما قلت لكم غادي نمشي نغسل شعري وغنبدا نديره صافي، دابا تنبدا نهز هذا الخليط هكا على شكل شامبوان هكا، وتنبدا نحط هنا تيطرى هو كلشي، شفتو كيدير الرغوة بحال شامبوان، قالت لي راه كيدير الرغوة صافي، غادي نستعمر هكا تندير شعري كله صافي، انا ساليت غنسدو دابا، وغنخلي واحد 5 ديال الدقائق، ونمشي نغسلو عادي بالشامبوان ديالي والبالسام ديك سميتو ديميلوغ داكشي، ونتلاقى معاكم ان شاء الله. انا درتو صافي، وغادي نخليه واحد 5 ديال الدقائق، شوفوا واش معطيش كيبان لكم دابا مع الاشعه، شفتو تيبان لي انا راه كخرجت من الحمام درتو، وكيبان لي ديجا شد اللون، غنخليه دابا واحد 5 ديال الدقائق ونمشي نغسلو معكم، غنوري لكم النتيجه ديالو عاوتاني صافي، يلا خليكم معايا، المهم راه بان لي لحد الساعه عطيني نتيجه مزيانه.
هانتو مع اول غسلتو مابقاش تيبان ليا الشيء كاع. شوفوا معايا هكا شفتوا دابا غنشفوا ونوري لكم مزيان باش يبان لكم واضح اكثر. هالشعر صوبتو شوفوا قولوا لي كي جاكم الشمس حاره باقي شي شيب تاون كورا نعم مبينة واخا لي جمال سيدين هاي هاي اجل هذا جاكم ويلا جمال هذا فا نزيو حاجات من هنا تنمشي للمخبز ونخلص لا لا هزي هزي سيدة هزي هذيك ديال الفرومبواز هذاك فرومبواز؟ اه شوتي ايه برافو جمال هذيك القهوية ديال الشوكولا اه شوكولا لا شكرا جمال الله غراتس انتم الزوين المغرب مخبزة دي زي هذا كل شيء انا غنمشي عندو المخبز ونخلصهم يا سيدي انا وصلنا واجب الدراري هكذا شوف صافي دابا انا غادي ندخل ونوري لكم مزيان ونوري لكم منين ندخلوا باش تشريوه وكيفاش يرش المعلومات عليه يلا هاجوا معايا كيف مشتو معايا دابا شعرها المهم دابا عجبني بغيت حيد لي اللون داكشي مزيان النتيجه غادي نقول لكم امتى غادي نوضوا داكشي غتبقاو راه دائما انا كل نهار تقريبا كنحط فيديو غادي نشوف فين ما بدا كيطلع ليا غادي نقول لكم غنسجل هذا النهار هذا فاش حطيته فاش صبغته وغادي نشوف امتى غادي يبداو يطلعوا ليا دوك لي غاسين وغادي نقولها لكم المهم اللي بغات اورديني ولا شي حاجه ها نتوما غتشوفوا معايا غتدخل غير جوجل غتدخل جوجل وغتكتب هذا الشيء هذا غتكتب هذه سوبارو وغتكتب بلاك هير شامبو يعني بحال الشامبو ديال الشعر هداكم راسي صافي هيا كتبتها انايا هنايا ها نتوما شفتوا كتبتها كيما مكتوبه في الكرتونه هكا ها نتوما هو كيخرج ليا كله شفتوا ها هاو كيخرج لكم هذا الشامبو كونيكسيون شويه ثقيله وكتخرج كلشي المعلومات عليه تقراو منين تاوردينيوه وداكشي اللي بغيتو عليه كلشي كيخرج هاو اللي بغات تاخذ عليه معلومات هو الاول تعرف عليه كلشي حاجه المهم ديروا هكا كتبوه في جوجل هاد السميه ديالو ها هي كتبوا هذه هي الاولى وكتبوا عليها هاد الشيء هذا ما تكتبوش هاد ديكس ماجيك ماجيك بلا ما تكتبوا انا ما كتبتهاش كتبت غير بلاك هير شامبو ويطلع ليا صافي يلا المهم انا عجبني وفي 5 دقائق دغيا كيمشي اللون كيمشي الشيب يعني وشي حاجه على هذا الشيء اللي مكتوب هنايا كله طبيعي والشيب كيتغطى تكون العيد قريب دابا واش لكم مباركه هنا الصراحه اش غادي نقول لكم تصدمت في العشيه دبالي انا صافي رساليت الفيديو وكنت كملته راه وتقطعت منه جيت للمحل عند الدراري ديال تخفيضات الصفا يعني نتوما نلقاه معلقه الفوق هاد الشامبو هذا اللي درت اليوم بالماغون كاين بالكحل عندهم بجوج بهم والثمن اش غادي نقول لكم زعما لا اله الا الله وصافي ديك الانترنت بلا ما تبقاو تثقوا فيها المهم راه عندهم اللي بغاتو بلا ما تاوردينيه لا في الانترنت ولا حتى شي حاجه باش تشري 4 كارطونات اخرين داك الثمن ديال الانترنت دابا نوري لكم كل شيء من بعد وهنا بغيت نوري لكم خالد امير ها هو كيف ما كتشوفوا معايا هذا مول الطربوش كيدير الديزاين هنا في بني ملال معروف كيدير داكشي ديال الديزاين في المطاعم في العيادات في الديور داكشي ديال الديكور اللي بغا دير شي حاجه قال لي 100,000 مرحبا بك كيدير حتى الميكاب قال لي كلشي عنده رائع المهم راه تيكون دائما مع الناس تما في المحل اللي بغات اي شي حاجه تواصل معاه قال لي عنده في الديكور داكشي عنده داكشي زوين صدموني والله حتى تصدمت ما عرفتش اش غنقول لكم كيف ما شفتوا معايا مشيت غير الصدفه للمحل والله الا كملت هذا الفيديو وريت لكم غير هذه الثمن ديالها وكل شيء ولكن عقبت دابا عاودت الفيديو محيت الثمن ديالها غنوريه لكم دابا هنايا لان لقيتها مشيت غير الصدفه للمحل كيف ما شفتوا معايا وريتها لكم في المحل هيا شريتها ب 45 درهم ها هي شفتوها واحد الفرق يعني خيالي ديال الثمن 45 درهم ها هي من المحل شريتها جبتها هذه ديالي انا غنخليها ليا هذه اللي عطاتني السيده الله يجازيها بخير جابتها ليا هي السيده ها هي غنوريها لكم ها نتوما كيما تشوفوا معايا بحالها ها نتوما ما كاين حتى فرق شوفوا في اللون في كل شيء شفتيهم سونغوالي ووالي ها نتوما شفتوا راه هذه راه باقا ما محلولاش هذه محلوله نفسهم هذه ديالي هذه اللي محلوله 45 درهم هنا اللي وريت لكم وهنا غنوري لكم الثمن ها نتوما هنا ما غنوريش لكم المعلومات لادريسه ديال السيده لانها شراتها من الانترنت جاتها حتى للدار ها نتوما 224 درهم هذا هو الثمن ديالها صافي وانا بغيت نحيد هذا الغلط هذا بغيت نصحه
لان ما تمشيوش تاخذوا، لان شرحت لكم في الفيديو داكشي قلت لكم اللي بغات تاخذها في الاول ديال الفيديو كيفاش غادي تشريوها، وداكشي اللي بغاتها تدخل لجوجل وتشريها وتاورديها. دابا لا، اللي بغاتها غتمشي عند دراري المحل ديال تخفيضات الصافه، راه كاينه عندهم في المحل ديالهم، ها هي ب 900 درهم 45 درهم. يلا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، شيرتكم القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تعملوا لكم فيديو. مع السلامه.